فرق بين المجامله والنفاق. النفاق طبعا ما هوش مستحب، لان بيحكمنا حديث ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا ائتمن خان. ماشي. فالنفاق غير مطلوب لان هو غير مستحب، ويعني مش يعني ما يمشيش في مع البشر. اما بالنسبه للمجامله، المجامله لها حدود، بمعنى مجامله في المناسبات، مناسبات الأسرية زي الأفراح أروح أجامل، زي المآتم أروح أعزي، أما أجامل على حساب الحق لا، ما هوش مطلوب. فالمجاملة لها حدود ومقيدة بشروط. ماشي. ألا يكون على حساب الحق، وألا يكون على حساب العدل. في شعرة تفرق بين المجاملة وبين النفاق. المجاملة ان انا مثلا ابقى رقيق مع الناس، ان انا ابقى معاملتي حلوة جدا، ان انا اظهر مثلا حاجات محاسب في اللي قدامي بطريقة معينة. لكن النفاق ان انا اتملق اللي قدامي بحيث الحصول على غرض معين او هدف معين او شيء معين. طبعا في فرق جامد بين المجاملة وبين النفاق. يستطيع الانسان هو يقدر يحصرها كده. النفاق ان انا يعني اقول حاجة في اللي قدامي هو مش موجودة فيه اصلا، عشان للحصول على هدف معين. اللي عايزين ده ولا عايزين ده، احنا عايزين الحق. المجاملة برضك ممكن تجامل واحد على حساب واحد يضرر. النفاق ده ربنا يكفينا شر الناس. الانسان المنافق ده اعوذ بالله في الدرك في النار على طول، لان بوشين معاكم معاكم عليكم عليكم. لكن الصح ان الانسان يمشي بما يرضي ربنا، لا ينافق ولا جامل. النفاق ده متروك في هم واحد بس، مثل يقولوا ايه، ابو بالين كذاب وابو التلاته منافق. احنا لازم حتى اللي ليها عمل يفكر بالعمل نفسه، والمجاملة دي معلش دي متروكة بين الرجل والمرأة في البيت بس. الاتنين مش مقبولين بالنسبة لنا احنا لعائلتنا. عشان نجامل، اللي عايز يجامل يجامل من جيبه. في فرق بين ايه بقى؟ اشجع الواحد، اقول له شد حيلك، ارفع روحه المعنوية بحاجات مكافآت، حتى لو طفل صغير برفع روحه، حفيد صغير ارمي ده في الباسكت او مات اشله في دفتر توفير، ده للطفل. انما مجاملة والحاجات دي، مجامله اللي هيجامل على حساب مين؟ على حساب الدوله؟ يبقى ده انفاقي، والاثنين مش مقبولين وشكرا. انا بعتبر المجاملات دي شيء طيب، لاني قال اطعموا الطعام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الطعام وصلوا الارحام وافشوا السلام وصلوا الناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. اخلاق ديننا ان احنا نحب الناس، يعني احنا لما نلقي السلام على الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إن دفعتموه أفشوا السلام بينكم، واغفر والذي نفس محمد بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إن دفعتموه تحتم أفشوا